السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله يحييكم اليوم في حلقة جديدة، زي ما عودناكم كل جديد ومفيد وغريب في عالم السيارات وعالم المحركات بأنواعها. كده اليوم هنستعرض سيارة جديدة، تقرير جديد، واتمنى إن شاء الله كده يفوز على رغبتكم. خليكم معنا. اليوم معنا الله يسعدكم الفولكس واجن الطوارق. طوارق نسبة لقبيلة الطوارق في غرب المغرب في الصحراء العربية. في عندنا طبعا جماعة بدوا رحلوا ما شاء الله، يعني سمعتهم جبارة في عملية في الترحال في الصحاري، فاتخذوا الاسم طوارق عليهم. شرحنا لكم السيارة في الجيل الثاني، هذا الجيل الثالث. بصراحة كانت جبارة في الجيل الثاني. الآن إيش التحسينات اللي تمت مقارنة بالجيل الثالث؟ ما بديكم معلومات، أبديكم معلومات كافية وزي ما يقولوا مضغوطة في وقت واحد، ما بضيعكم معايا كثير. قرابتها الشخصية نفسه حق اللامبورغيني الأوروس، حق الأودي كيو 8 أو الكيو 7، وعندنا الله يسعدكم البنتلي البنتايجا. فإذا تبغى نفس الشخصية، نفس الأداء، نفس الدلع وفخمة، مو بضرورة نفس درجات الفخامة القصوى أو الأداء الأعلى مثلا زي البنتايجا والأداء العالي أو اللامبورغيني الأوروس الأداء العالي أو في نعومة ودلع الأودي. فعندك دولك كده جايينك بالتوب والمشلح والبشت، شيء مرتب، هذه جاتك نفس الشيء بس الله يسعدك مشمرة التوب ورفع التوب هنا ونازلها، يلا فين نشيل فين نعمل، فجاية بشكل وعر أكثر شوي. مع ملحوظة السيارة هذه كسبت كثير من النعومة مقابل الجيل الثاني، لكن خسرت جزء من الوعورة. وخلينا نتكلم اليوم على المميزات اللي موجودة في السيارة هذه مقارنة بالجيل السابق. إيش أهم المميزات اللي تمت معنا؟ هنوصل للمحرك الآن. قلنا الشاصي وقرابتها في الشاصي. عندنا رسالتكم السيارة دفع رباعي والدركسون فور ويل درايف فور ويل ستيرين. حتى الدركسون يتحكم في الأربع كفرات فيصير عن قطر الالتفاف أسهل وأنعم. فعلا كنت اسوق الاودي كيو 8 لما اطلع جنيف عشان اصور لكم معرض جنيف، وشوارع ضيقه، بس كانت السياره عرضها عريض ما هو قليل ابدا، وكانت بصراحه بكل نعومه تمشي معك في كل مكان. على البودي السياره الشاصي مقارنه بالجيل الثاني، الشاصي اطول ب 1 ملي، طول السياره اطول ب 82 ملي، عرض السياره اعرض ب 43 ملي، وارتفاع السيارة أقل بسبع ملي، فالسيارة جاية أطول وأعرض وأقل ارتفاع عشان الثبات والسرعة. زادت سرعة السيارة. الأشياء اللي خسرتها السيارة، في خسرة، في حاجة خسرتها زي ما تقول يعني ماني حبيبها كثير، كانت تدخل في عمق موية 900 ملي، سيارة تدخل في عمق موية 500 ملي. هذا نرجع ثاني مرة أنها خسرت جزئية من العورة وكسبت في النعومة. لكن الخسارة اللي خسرتها الحلوة، الخسارة اللي خسرتها الحلوة إنه نزل وزن السيارة بكل الأبعاد اللي تمت، والدلع والتقنيات اللي تم إضافتها من فور ويل درايف فور ويل ستيرينج ومحرك أقوى والأمور هذه كلها. سارة الله يسعدكم وزن السيارة قل 106 كيلو وزنا، سارة السيارة أرشق وخف وزنا وأفضل أداء ب 106 كيلو. المحرك، خلينا ندخل الآن على المحرك ونتكلم شوية معاكم على المحرك وعلى التطويرات اللي تمت فيه. طبعا الجيل السابق كان 8 سرعات والجيل الحالي 8 سرعات الجير بوكس. خلينا نتكلم عن المحرك الان. بعد ما تكلمنا على خفه وزن السياره وخفه دمها مقارنه بالجيل السابق، ايش اللي تم في المحرك داخل الكبوت هنا تحت المفاعل النووي الصغير؟ نفس المحرك جربت لك هو قبل كده، اذا تذكروا الاودي الاي 8 كان 6 سلندر 3 لتر سوبر شارج، نفس المحرك هنا. طبعا في غلطه كثير غلطوا فيها ناس، مكتوب كلمه توربو تشارج، وهنا مسمى الماني اخذوا كلمه توربو تشارج انه الهواء المضغوط، فسواء سوبر شارج او توربو تشارج هو نوع من الهواء المضغوط. فاي نعم اختلفت الوسائل بس كله في النتيجه هواء مضغوط في الاخر، فاستخدموا كلمة توربو، وهنا شوية تخم الكلمة لأنه لا ما هو توربو هو سوبر شارج. طيب فهذا عشان باب الدقة. إيش الاختلافات اللي فيها؟ الجيل السابق كان 6 سلندر 3600 سي سي، هنا 6 سلندر 3000 سي سي، هناك تنفس طبيعي هنا سوبر شارج. القديم كان 3600 زي ما قلنا 280 حصان على أو 286 حصان على 3200 دورة، عفوا 286 دورة على 6200 دورة. هنا الأحصنة زادت 60 حصان صارت 340 حصان على 5000 دورة.
العزم هناك كان 360 نيوتن متر على 3200 دورة، هنا صارت 450 نيوتن متر على 4000 دورة، فزادت 90 نيوتن متر و60 حصان. هذه الزيادة صرفية البنزين صارت أفضل ووزننا خف والشاصية أفضل من الشاصية السابق، فقلنا قريبها البنتايجا، البنت البنتايجا واللامبورجيني الأوروس والأودي كيو 8 والكيو 7 من ناحية الشاصية والبورشة كايان طبعا. فهذا بشكل عام اللي السيارة زي ما نقولوش كسبته من ناحية الشكل الخارجي والأداء وفورويد درايف فورويد ستيرينج 8 سرعات. خلينا ندخل الآن على الدلع الداخلي وبنتكلم على حوالي 27.3 إنش من الشاشات وباقي المواضيع الثانية اللذيذة اللي عاملينها داخل السيارة. طبعاً سعر السيارة الله يسعدكم بنتكلم شامل الضريبة من 240 ل 280 في فئة دنيا أقل وتجي 4 سلندر بس الوكيل ما بيجيبها، ففي نعتبرها يعني تعتبر الموجود في السوق الآن نصف فل والفل. حتى الفل ترى الله يسعدكم كانت في شاشة تجي في النايت فيجن اللي هي رؤية الليلية تحت الحمراء ما هي موجودة، قيمتها 8000 ريال، فهذا ممكن واحد كطلبية يطلبها. ضمان السيارة 5 سنوات مفتوح الكيلومترات، صيانة مجانية 5 سنوات 75000 كيلو والمساند على الطريق 5 سنوات. ف هذا بشكل عام، وفي عندهم كمان استبدال اذا حابب تستبدل نوع ايش ما كان نوع سيارتك فعاملين لك خدمات الاستبدال بحيث انك تقدر تبدلها بسياره فولكس واجن طوارق او اي واحده من اي فئه موديل يناسبك من سياره فولكس واجن. الكفرات جودير عريضه وللرمل يعني تنفع في الاسفلت وفي الرمل، وحنعرف ليش داخل السياره، طبعا معروف اسم الطوارق ولسه كنا نتكلم على قبائل الطوارق الصحراويه. ف 285 على 45 20 بس ما شاء الله حجم الكاليبرات حقت الفرامل اللي يشوفها يفهم تماما الاداء الالماني في الفرامل والثبات لا يعلى عليه. مساحه الجلوس الخلفيه نتكلم تقريبا دقيقه، في عندنا باربع اصابع، اربع اصابع وكسر على طولي انا 1.80 مرجع كرسي الامامي، وبالنسبة للسقف في المنطقة الأوطى مش في منطقة البانوراما في كمان أربع أصابيع وكسر قريبة خمسة أصابيع. الطول 1.80 متر، الوزن كلاسيفايد سري لا ممنوع الإعلان عنه مع أنه والله دايت جامدة، بس في ناس كثير حسنا يقول لي ما أعرف ليه مديني انطباع أنه أنا وزني مثلا يتراوح بين 2 طن ل 2 طن ونص، فطبعا بصالح كل واحد يحس انه حلاقي غصنه بان تجلى اشوف اوزانه بقول اس لا عاد اسمع صوتك تتكلم على الوزن، فانا من باب الضحك. طبعا عندنا ستاره خلفيه يدويه هنا الله يسعدكم، عندنا خشب معمول قشره خشب. الان الله يسعدكم عندنا فتحات التكييف في الابواب 2 في المقدمه، في عندنا كمان 2 على اليمين 2 في الوسط 1 على اليسار، فعندنا 5 في المقدمه وعندنا كمان فتحتين تكييف خلفيه. الكراسي فيها جلد مخرم طيب والتحكم خلفي. في عندنا في الأبواب هنا إضاءة محيطية حنلاقيها في داخل السيارة بالكامل، الأبواب الأمامية المقدمة والأبواب الخلفية، وجميلة تقدر تتحكم في الإضاءة المحيطية بأي درجة تبغاها، يعني واحد يقدر كل يوم يغير موده بحاجة. زي ما قلنا اللي عندنا هنا يا دوب بس قارورتين موية صغيرة كوبين قهوة صغيرة في مسند اليد. عندنا الكرسي الثالث هنا وزي ما قلنا جلد مخرم ظهر ومقعدة، وفي عندنا أهم حاجة كمان من ضمن المواصفات جدا مهمة الايزوفكس اللي هو مثبت كرسي الأطفال، لأنه حياة الأطفال جدا مهمة فما يمكن أتركهم يعني يرتع ويمرع داخل السيارة بدون رابط ولا رقيب، لأنه لا سمح الله في أي فرملة قوية أو لا سمح الله خبطت السيارة حتلاقي الأطفال دول قلبوا زي القذيفة على القزاز الأمامي، يعني الله يرحمهم ويلطف بيهم وبأهلهم، فعشان كده سلامة الأطفال جدا 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 مهمة، فهذا بس من باب العلم والتأكيد على موضوع السلامة كيف مهم. عندنا فتحة بانوراما وكده تقريبا خلصنا من الكرسي الخلفي، خلينا نقول الكرسي الأمامي ونقول الشنطة والكرسي الأمامي ونكمل لكم باقي السيارة. كلمة طوارق علامات فولكس واجن، طبعا مو بس كاميرا خلفية 360 درجة الكاميرات موجودة معانا. في فئة يجي هيدروليك تنزل السيارة ترتفع، في فئة من الله يسعدكم اللي هي الار لاين، وفي فئة كمان هنا يجي الهوك الخطاف من تحت بضغطة زر حق سحب المخطورات يطلع ويطلع يدخل ويختفي زي ما صورت لك مع البنت للبنتايكا بالضبط. طبعا مساحة الجلوس الخلف ما شاء الله والشنطة يعني على طولي أنا ممتازة، وعندنا هنا الله يسعدكم الكراسي الخلفية من هنا الاثنين تتفتح تطبق الكراسي الخلفية. في عندنا إضاءة بانورامية في الليل ظريفة هنا خفيفة حلوة، في عندنا إضاءة كاملة، في عندنا زي ما قلت الإضاءة المحيطية موجودة حول السيارة بالكامل، في عندنا شاحن جوال موجود هنا في الأسفل، فتحات التكييف 2 أمام اللي جنب السائق، 2
سفليه شوي، مكانها ممكن نوعا ما مع الشاشه الكبيره مكانها ما هو بالضروره بيكون ممتاز مره، وعندنا شاشه جانبيه. فكوبين لكواب القهوه، مفتاح السعر على قد ما هو ظريف، على قد ما هو ظريف وناعم، ما انكر تمنيت يكون شويه افخم من كذا، فهمت علي كيف؟ ولا هو فعلا شكله كستايل لذيذ، بس عمليه البلاستيك اللي فيه كذا تمنيت حاجه شويه افخم من كذا، شويه على قد سعر السياره، بس نيفرذلس شكله حلو وبيأدي الغرض، عصري كذا. عندنا الاوتو باركينج، السياره توقف نفسها بنفسها. الجير بوكس ممكن يخمك شويه لانه لازم زر الباركينج، يعني يوم ما بتعشق زر حق ايقاف السياره تماما جانبي هنا جاي في الجنب للخلف، زر البي، فانت تقدر تعشق للامام للخلف لتعشق اللي تفضل جير يصير نيوترال محايد، وتعشق حتى رياضي او عادي، لكن الجير بوكس عشان تقفله توقف السياره فزر جانبي. 15 انش 12.3 انش اجمالي 27.3 انش، وتشغيل السياره من هنا. طبعا كل التحكم بالكامل في الدركسون، نقدر نغير وضعية السواقة، أشكال الشاشة، يعني كالمعتاد في الأودي والفولكس واجن في عندنا كل إمكانيات الدلع موجودة. خلينا نقول تبريد الكراسي الأمامي الاثنين والتسخينها في جزئية بسيطة الله يسعدكم، وحتى كمان فخامة الهواء ونظافته والفلتر كله موجود هنا موجود، والشبكة الجوال في جزئية خلينا نكون واضح فين فيها. على قد ما الشاشة بتخدمك في كل شيء وزيادة، لكن ما هي محتاج شوية وقت بسيط عشان تتعلم على الشاشة، يعني ما هي من الشاشات اللي انت على طول هتدخل تلاقي نفسك بسهولة، يعني انا لا، كل ما العب فيها شوية اكتشف شيء اكتشف شيء، فاقعد العب فيها لين اعرف كل شيء. في شاشات تلاقيها جدا سهلة تعطيك كل اسرارها من اول 3 ثواني، هنا لا، محتاج لك شوية شوية تاخذ تدي معها. عندنا هنا في الجانب الله يسعدكم زر التحكم في وضعيات القيادة والطريق، فعندنا هنا الوضعية الاقتصادية على السفلت، هنا الخطوط السريعة هي القيادة العادية، هنا عندنا رياضي، أعيد لكم إياه تاني، هنا عندنا هنا اقتصادية عادية رياضية personalized، تحط هنا إذا حابب أنت لك تفضيلات محددة معينة، هنا المناطق الوعرة، وهنا لأحلى طقس في الدنيا الثلوج. فهذا الله يسعدكم وضعيات القيادة حقة السيارة. وزي ما قلت زي الأودي تحكم هنا، هنا بتبان الشاشة معك كل شيء داخل السيارة، تقدر ايش تشوفه قدامك. الحلو فيه انه كمان الله يسعدكم هنا مثلا ابغى اشوف مويتر ديتر كم الحرارة حقتها، بتديني هي حرارة المويتر ديتر اهي. أوكي. هنا مثلا حابب معلومات إضافية، حابب أعرف مويتر ديتر كم درجة حرارتها، أهي هنا موجودة. حابب أعرف حرارة الزيت حق الماكينة، هي هنا موجودة. عندنا هنا المساعد في التوفير الناحية الاقتصادية، السرعة، أي معلومات تبغاها أو تتخيلها موجودة عندك هنا بالكامل، إنك تتحكم فيها وتحط اللي قدامك اللي تبغاه. زي ما قلت تكييف الله يسعدكم قد يكون شوية غريب مختلف، انه عندنا هنا 2 امام السائق، 2 جنب امام الراكب، 2 امام السائق، بس هذه شوية وضعيتها تحت سفلية، فبيتم الاستعانة شوية بالفتحة التكييف الجانبية. هذا طبعا اذا لقيت السيارة سايبة في الحر طول اليوم، لكن ما شاء الله قوة التبريد سريعة وبتأدي الغرض تماما. اوتو باركينج، وهنا كلمة تختار وقوف يمين او شمال، والسيارة بتساعدك في توقيف السيارة بالكامل، هي توقف نفسها بنفسها. ما هي اداء رياضي لكنه بتدي عزم اكثر من كافي. خلينا نشوف مع ما شاء الله وزن السيارة. ما شاء الله قريب من 200.
اوكي خلينا نشوف من صفر لمين. 0 في 29.7 ثانية، وأهم شيء من 100 لصفر في 42.4 متر و3.9 ثواني على سعر وزنها 2 طن وكسر. أعتقد بصراحة هذا ممتاز. نرجع نقول دائما ما نتمنى دائما لو حتى قصرت المسافة الفرامل، كل ما تقصر أكثر كل ما يكون أفضل. البيك جي جابت 1 جي، البيك فورس أو اللي هو عملية القوة الجاذبية اللي بتجي على جسم الإنسان، جات بالضبط 1 جي اللي هو قد جاذبية الأرض، فهذا يعتبر من الأرقام الممتازة على سعر جيب يعني فوق الممتاز. طبعا ما شاء الله نظام سمعي رائع، زي ما قلنا عملية التحكم في الشاشات بكذا وضعية بكذا شكل، الجير الثامن بصراحة كده مريح السيارة، أداء جبار، هيد أب ديسبلاي، كل المعلومات قلنا لك 100. واحد من الأشياء كمان الجميلة الله يسعدكم عملية واحد يرفع يده على الدركسون في عملية مش بس التنبيه خروج من المسار، في المحافظة على المسار، فالسيارة ممكن تقود نفسها بنفسها لفترة، وإذا حست إنه السيارة السائق يعني سواق رافع يده على الدركسون بتدي له تنبيه حط يدك على الدركسون. الدركسون 63.2 عزل الصوت، اعتقد ممتاز على سيارة جنوطها 20 وكفرات عريضة والدفع رباعي. جابت 60 لـ63 نسبة عزل الصوت. اليوم في شوية نسمة هواء، شعر النخل قاعد يتحرك، يعني سعف النخل مسميه كدش النخل بيتحرك بشعرها، فهذا الله يسعدكم. الآن بالنسبة للسيارة بشكل عام إيش الانطباع؟ عندنا هيد أب ديسبلاي، عندنا خروج من المسار، عندنا 15 إنش 12.3 إنش، عندنا كل شيء. قشرة خشب، هل هي أو عندنا زي ما قلنا باقي تفاصيل الدلع الثانية كلها، هل هي بتنافس طبعا هي مثلا عشان منافسة المرسيدس الجي ال إي والبي إم دبليو الإكس 5، وزي ما قلنا أصولها وجذورها كده في الشخصية جاي من أولاد خالتها أولاد عمتها كلهم سيارات فخمة ورياضية. في بلاستيك كتير بس معمول بشكل التطريز حقه ممتاز، ما بتعوض ما بتنافس يمكن مرسيدس والبي ام دبليو في الفخامة المطلقة، مع انه فيها مواصفات فخامة كتير، بس كمان خلينا نتكلم على السعر انها اقل منها في السعر وبتدي ضمان ممتاز 5 سنوات والصيانة والامور هذه كلها، فالسيارة بتنافس جزئية الأصول راقية، بعض النواقص الموجودة في الداخل هنا أو هنا ما هي على قدر أنها زي ما يقولوا بتنافس في مستوى الفخامة تماما، لكن بتعطيك كل الأداء والتسارع والفرامل والثبات والعملانية والضمان والصيانة وكل شيء، بتعطي قوة بشكل ممتاز جدا مع عملية الله يسعدكم اللي هي إيش يقولوا له المنافسة السعرية شوية، المنافسة السعرية حكمت أنه بعض الأمور أقل كان ممكن تكون بشكل أفضل، لكنها بأمانة الشكل السيارة بشكل عام أو الطبع العام عنها سعر أنا أرى أنها ممتازة. ما في الرؤية تحت الحمراء، أنا أعتقد رائعة جدا على 8000 ريال حتكون سيفتي أدد سيفتي أدد فاليو، ميزة سيفتي عالية خصوصا اللي بيسافروا كثير في الليل أو في ضباب في مطر حتكون ممتازة. غير كده ما شاء الله الأداء والثبات والفرامل لا يعلى عليه. أتمنى قدرنا اليوم نديكم السعر 240 بالضريبة، 280 ما هي رخيصة عشان نكون واضحين، لكنه أتمنى السعر ينزل كمان شوية برضو، لكن إذا حطناها مع الألمان والله السعر بتعمل شغل، يعني اللي بتفقده في ناحية الفخامة بتعوضه في ناحية في نواحي تانية كثير، من ناحية إنه عملية إنه إيش الصلابة والرجدنس والطعوس والرمل والتحكم في هذا كله. طبعا في الطوارئ في الار لاين، في محركات ديزل، في محرك 4 سلندر كمان منها، ففيها أوبشنز كثير للي حابب، وكل أوبشن له سعر وميزانية. أخرت أقول لكم شكرا ومع السلامة، ألين نجي نجرب السيارة في الصحراء بحيث نقدر نديكم تقرير كامل. الآن الله يسعدكم منبهر بأداء السيارة في الرمل، مع ذلك السيارة خسرت، كنت أتمنى لو في هيدروليك يرفع السيارة وينزلها، زي ما قلت من أول وصورت لكم قلت السيارة خسرت جزء من الخشونة والوعورة مقابل النعومة والفخامة اللي كسبتها، أداء محرك أفضل وسوبر شارج شغال في الرمل ما شاء الله من أجمل ما يمكن. الدركسون هو فولكس واجن من سنة أسكتوا مع من يوم ما زي ما يقولوا إيش حفروا البحر بإبرة وملوك اشتبان، فالشاهد كان يعني ممكن على السيارة بهذا السعر يكون نوعا ما رياضي شوية مختلف، هذه واحدة. اثنين الله يسعدكم،
كنت اتمنى لما احط على وضعيه انه المناطق الوعره الكاميرات تشتغل معايا اكثر واقدر اتحكم في جهاز وصل التحكم في التماسك انا افصل من عندي او يكون عندي هيدروليك ارفع السياره وانزلها. بغض النظر انه كل هذا ما في وسياره منخفضه نوعا ما لكن ما شاء الله ادت اداء جبار. في شويه امور ثانيه لو اعملوا منها باكيج يعني الطوارئ كانت قمه الوعوره وكان في الأمارك الآن الأمارك ما هو موجود عندنا لونات الأمارك والطوارق نفسها صارت دلوعة ونعومة وفخومة وكسبت وزن شوية كده وصارت شوية يعني زي يقولوا لزلزة كده. فماني شايف الآن في فولكس واجن سيارة طبعا الطوارق جابوها قبل كده ما شاء الله سحبة بالمحرك التوربو ديزل سحبة طارة 747 طارة سحبتها بالكامل بقوة العزم والأداء العالي لكن كنت أتمنى يكون يحافظوا على السيارة عندهم تكون لمناطق وعرة أكثر باسم فولكس واجن أعتقد حيكون شيء رائع أو يحطوا منها باكيج نسخة للمناطق الوعرة حيكون شيء جدا ممتاز بالرغم من السعر منخفضة بالرغم أنه خسرت جزء من وعورتها وزي ما قلت خلوص المائي من 900 ملي ل 500 ملي لكن ما زال أداء السعر جبار. دخلنا فرامل عملنا سوينا كل شيء ما وقفت في شيء لكن يعني عندي مثلا جزيرة تحكم في المناطق الوعرة ما يعطيني خليني أوريكم هنا أنماط الأراضي الوعرة في عندنا آلي وفي عندنا خبير كنت أتمنى يكون عندي جزئية اللي هي حقات الله يسعدكم فصل جهاز التحكم في التماسك بنفسي بدل ما يكون كل شيء إلكتروني بحيث أن يكون عندي شيء إضافي كنترول من الجانب لكن سيارة رائعة وفعلا لو أحد حابب سيارة وعرة وناعمة ما هي وعرة جدا وعرة وناعمة وتؤدي كل المطلوب منها وزيادة وتديك سرعة وأداء وصرفية وكل شيء يعني إلى حد ما صرفية أعتقد هذه السيارة ممتازة. شكرا لكم متابعتكم الكريمة ويا رب ان شاء الله كده ما كنت طولنا عليكم وللتجارب لنا كثير شكرا لكم.